Welcome to Belfast, guys. Welcome. I'm your tour guide. Okay. I'll show you around. So this is our tour guide. Hi. Do you know where we are going? You don't behave like this is your tour guide. السلام عليكم، مرحبا بكم في فواياج جديد. اليوم رانا في بلفاست. بلفاست هذه جايه في ليرلاند دي نور. ليرلاند دي نور هذه تابعه للرويوم يوني. هذا الكليكا اللي راني رايح ندور معها. كوتا كل هنوده. انا وليت في شي دار مش دار هنديه، راهي جا قبل البرك. فوالا هما كارين اير بي ام بي، راح يكونوا في الدار هذه. وانا كاري في هوستل، خاطر ما يجيش نقعد مع لا ميم ديوري. يا ما تقدر نعطي البلاصه اخرى صافي. راس ما درنا والو، كلينا و دوكا واش راح نديرو؟ انا ندورو طم زادو دو ممبر تاع من الجروب راح نلحق هود ان شاء الله. صافي باراليزاونا، ما راح نديرو والو براسك اليوم. عفاك اللي قلنا ندورو في لافين نشوفو واش تريو فيها. صافي وات دو يو هاف تو ساي؟ يا ام هافين فن برو. سو بها ميرا هاي ام هاي از ات كورن. Okay, so I was saying this is my brother Abhay. His name is Abhay. Chalbe. 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 Yeah. My next speaker comes in good combat. You can read something. Apparemment, kaina histoire مع le phonics هذا. خاطر apparemment c'est pas la première fois ni chouf. C'est un restaurant phonics, comme capacité de phonics. صافي سيرمون كاين استوار بيهايند ذيس. صح الصورة هذه عندها حكاية، بصح باش نفهموها لازم نرجعو بزاف لور في التاريخ تاع بريطانيا. بكري ايرلندا كانت تابعة لبريطانيا، وبريطانيا في هذاك الوقت كانت الديانة تاعها مسيحية كاثوليكية. ومن بعد لأمور سياسية بريطانيا غيرت المذهب تاعها من كاثوليكية إلى بروتستانية. بصح ايرلندا بقات كيما كانت، ما بدلتش. مع الوقت بريطانيا سيات جربت أن ترجع إيرلندا بروتستانية كيفها. واش دارت؟ بدات ترحل في الناس من سكوتلندا بالأساس اللي هما بروتستانت كيما الإنجليز إلى إيرلندا. رحلت غاشي كبير بزاف في هذاك الوقت، تقريبا الغاشي هذاك وكل استقر في الشمال تاع إيرلندا. زيد لكم نقطة واحدة أخرى من بعد نكمل. جزيرة تاع إيرلندا مكونة من أربع مقاطعات رئيسية، هذو من بكري خلاص، اللي هما مونستر، كوناخت، لانيستر. ماشي لانيستر، هذو لانيستر دوريجين انا قصدي. والمقاطعة الرابعة هي أولستر، وكل مقاطعة عندها الإعلام تاعها كما راكم تشوفوا. درك الشعب هذاك اللي ترحل بروتستاني كما قلت لكم استقروا في الشمال في مقاطعة أولستر اللي الإعلام تاعها جاي كما هكذا. شوفوا عليه بيا بعد نحكي لكم عليه. في 1921 الانجليز بريطانيا مدت الاستقلال لايرلندا الجنوبيه، اللي من بعد ولات اسمها ايرلندا توكور ماشي ايرلندا الجنوبيه، وبقات حاكمه ايرلندا الشماليه اللي هي حاكمه طرف كبير من مقاطعه إلستر. بعد الاستقلال بداو الناس اللي عايشين في الشمال يديروا في المشاكل، خاطر الشعب اللي بقى عايش تما ما كانش 100% بروتستان، فيه تقريبا الثلث تاعو كان كاثوليكي كما ديانه تاع ايرلندا. وبسبب هذا الاختلاف الديني ناضت حرب أهلية كبيرة بزاف بين هذو زوج طوائف. الكاثوليك حابين إيرلندا الشمالية تستقل من بريطانيا وترجع لإيرلندا، والبروتستان حابين يبقاو تابعين لبريطانيا. بصح المشاكل هذو بقاو حتى اليوم هذا، بصح ما بقاش فيها العنف والرصاص والبومبات كما كانت من بكري. دوكا الحيوط هذو اللي كنا نشوف فيهم راهم مرسومين تقريبا بارتو في المدينة باش كما يقولوا تخليدا للضحايا من الجهتين. واليوم كنت ابحث في جوجل على الدرابو تاع ايرلندا الشمالية، يخرجوا لك زوج علامات. الاول هذا ديزاين تاعو كما راكم تشوفوا مستوحى من علم مقاطعة إلستر، تقريبا جايين كيف كيف، في نجمة سداسية اللي الرمز تاعها هذاك عدد مقاطعات الولايات تاع ايرلندا الشمالية، فيها ست ولايات.
فيه اليد الحمراء هذه اللي عندها اصلا حكايه بزاف على الاوريجين تاعها، مش سير عليه، وغنوا عليها حتى في المسلسل تاع بيكي بلايندرز اللي يعقوب في نتفليكس، او اصلا طوماش اللي راهو يسال عليهم. جمعت هذا الدرابو كما فهمتوا حابين يرجعوا لايرلندا، والدرابو الدوزيام اللي هذا هو العالم الرسمي للجزيره تاع ايرلندا كومبلي في الوقت اللي كانت محتلتها بريطانيا. والرسم هذا يزيد يفهمكم شويه ابري كيف خدموا الدرابو تاع بريطانيا. كنتي تشوف على الرغم ان بلاد الغال تابعه ليها بصح ما زادوهاش في الاعلام، الله اعلم له. اللي ما يعرفش بلاد الغال هي بلاد السيد هذا. طولت عليكم سامحوني، نعاودوا نوليو للفلوق. عدنا، اول بلاصه رحنا ليها هي لا كاتدرال تاع بلفاست، لما زهرنا لقيناها مسكره. استغفر الله. Hey bro, come on. بريك كملنا نمشي ولقينا روحنا في السنتر فين. هذا الطريق ما بيشو سمحة كل مومو. جايز اوكي، ديما بدات نعاودوا لي منها من بعد. What do you think? It's a lit street. اوكي مورايا تاكسي لهنا. الحاجة اللي تولاها لها باللي بارتو هذو الحيوط. Oh, look at that one! Like he is erasing. Huh? Clara, you're here. Like he's erasing the picture. Yeah. You wanna move it? Apparently, the place is here. It's the desert. It's the desert. But there's a good ambiance. Maybe later. Okay, what do you think, meat? So this is meat. Yeah. Our other friend. Tour guide as well. Just to introduce you, the maps are open, as you can see. Yeah. I'm guiding everyone. Yeah. The weather is really good. It's quite supportive. Okay. Cool. Look at this. Shit. Yeah. Everywhere. Safi, راح نترافيرسي الطريق منا. هذه كنت تروحوا بالتاكسي ما تحكموش عليها. And so this is Oman. Hi. This is. كملنا ندورو وازا ديكوفريو فلافيل وين نروحو نصورو. في البلاصة هذي بنا تاع تصاور شابين بزاف. من باش كيفاه نسمي هذي، من باش فاش اللوحة تاع بلفاست الحوتة هذي. ايه هذا هو الحوت الازرق. هذه سي لي اسي كونيو لهنا. صافي مخدومه بلا فايونس و كتجيو تشوفوا فيها دي تريك تاع لي سوار تاعها. بور لي فان تاع جيم اوف ثرونز هذه سي سان بابلو. I'm walking by. Sorry. صافي كيبكيو فيها ورا هذه سحارة الريد ويتش ورا هذاك لانيستر. الناس اللي ما على بلاش Game of Thrones لا سيري بزاف ديسان تاعها تصوروا في ايرلند دو نور. صافي ديكو في لا كابيتال تاعها دايرين لي طابلو هذو، كاينين 6 طوطال تلقاهم ايباربيين في بارتو في لا فيل، من بينهم هذا ومن بينهم هذا دوزيام ومن بينهم كاين ناطر من بعد نوريكم. المهم انا لقيت 3 في البلافيل هذه. بري
دي جديد قلت نروح للهوستل تاعي ندير ريزرفاسيون مالغري كنت حنبات مع الجماعه مي كون تروحش تريزيرفي تكونفيرمي لهم في لو برومي جور كاباب ريزرفاسيون تاعك دير صافي رحنا للهوستل اللي كنت فيه ومن بعد رحنا نتعشاو. So this one and this one and this guy are the shame of India. They can't stand spicy food. I can't stand spicy food. Yeah, this is why you. Yeah. It's chili. It's yeah. Spicy. They are the shame of India. Yeah. I don't know what to tell him. And he's great. Yeah, I had our Zed cup. This is spicy. This is chili. Okay, ما قلت لكم عاودنا ولينا الكارتي هذاك باش نشوفوا الامبيونس. المهم كما راكم تشوفوا لقيت روحي خلص السهرة انا هو الانسان الصاحي في الكارتي هذا كومبلي. الور لهنا تخلص الفيديو انا خليكم ونتلاقاو دوزيام جور. سلام جماعة، نتكلم عليكم تخليونا سبسكرايب لايك وشير.